قادة الجيش الإسرائيلي بدأوا بالتحضير لتنفيذ عملية برية وعسكرية خاطفة وسريعة ضد حزب الله اللبناني. تفاصيل هذا الأمر كانت قد ظهرت اليوم من قبل العديد من الأوساط الإسرائيلية المهمة مثل إسرائيل هيوم وإسرائيل رادار. وهذه المرة هذا الكلام وهذا الحراك يأتي من قائد قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي اللواء أوري جوردن. هو الذي كان في اجتماع في 24 ساعة الماضية طلب من خلال هذا الاجتماع من الحكومة الإسرائيلية بإعطائه التخويل والتفويض الكامل للبدء بعملية عسكرية كاملة ضد حزب الله اللبناني. وهذا يعود لأسباب مهمة للغاية. واحدة من الأسباب أن الجيش الإسرائيلي أصبح مستعدا للقيام بهذه العملية، كذلك أنهم نفذوا الكثير من المناورات واستعدوا بشكل جيد لهذه العملية، بالإضافة إلى أن يدعوت أحرنوت أكدت بأن إسرائيل الآن تمتلك ما يكفي من الذخيرة للبدء بحرب جديدة في لبنان، بالإضافة إلى أن قوات النخبة وهي قوات الرضوان في حزب الله اللبناني بحسب ما تحدث عنه جوردن انسحبت الآن هذه القوات الخاصة والمهمة للغاية إلى الشمال مبتعدة على الحدود مع إسرائيل بسبب كل الضربات والمطاردة التي نفذتها الاستخبارات الإسرائيلية وكذلك الموساد الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بشكل عام، وتضررت قوات النخبة كثيرا مع هذه الحرب. وبالتالي هذا يعني أن القوات الإسرائيلية إذا ما بدأت بالهجوم على جنوب لبنان هي ستواجه قوات أقل قدرة، بالإضافة إلى ذلك إلى أن قوات الرضوان لن تتمكن بانتشارها الجديد وانسحابها إلى الشمال بهذا الشكل من تنفيذ أي عملية مفاجئة على العمق الإسرائيلي إذا ما بدأت إسرائيل بهجومها، لأن مثل هذه العمليات ممكن أن تربك العمق الإسرائيلي وتضعف فرص نجاح الجيش الإسرائيلي. وما يضاف إلى ذلك أيضا من الأسباب التي تحدث عنها هذا القائد بأن 80% من المدنيين اللبنانيين لم يعودوا متواجدين في جنوب لبنان. نتحدث عن 140 ألف مدني غادروا منازلهم وغادروا مساكنهم الموجودة في جنوب لبنان، ولم يتبقى إلا 20% منهم في هذه المنطقة. كذلك حزب الله اللبناني ضرب كثيرا خلال هذه الحرب منذ 8 أكتوبر حتى يومنا هذا. ضربت البنى التحتية العسكرية، منصات إطلاق الصواريخ، كذلك المقرات الخاصة بحزب الله، أبراج المراقبة، وحتى القيادات المهمة لدى حزب الله اللبناني. عندما نتحدث عن القادة الميدانيين على سبيل المثال أو القادة الكبار لدى حزب الله كلهم ضربوا بشكل كبير. وهذا هو الذي جعل حزب الله اللبناني اليوم يختلف تماما عن حزب الله العام الماضي. القدرات تغيرت وهنالك استنزاف كبير خلال هذه الحرب وهو يتصاعد من قبل الجانب الإسرائيلي، إلى درجة إلى أن قناة أن 12 العبرية كانت قد تحدثت اليوم أيضا بأن حزب الله اللبناني طلب تفويضا من إيران والنظام السوري بأن يسمحوا لهم بتجنيد المزيد من المقاتلين لصالح حزب الله اللبناني من الأراضي السورية، بغض النظر عن جنسيات هؤلاء المقاتلين، لكنهم بحاجة لمثل هؤلاء المقاتلين لأن الظروف تتصاعد وأصبحت صعبة. وهذا هو الذي جعل جوردن أن يضغط نوعا ما على الحكومة الإسرائيلية بأن عليكم أن تعطوني تفويضا لأن الوقت الآن مناسب للقيام بمثل هذه العملية، وإن لم ننفذ هذه العملية الآن فإننا سنكون في مشكلة. الفترة القادمة سيأتي فصل الشتاء، ستكون هنالك أمطار وثلوج، وهذه ستصب بمصلحة حزب الله أكثر من إسرائيل. الأرض ستكون وحلة وكذلك الكثير من الثلوج وهي التي ستصب في مصلحة حزب الله اللبناني تحديدا في استنزاف إسرائيل كثيرا وإبطاء الهجوم، والهجوم لن يكون سريعا. ويعلم حزب الله اللبناني أن قدرته على استنزاف هذا الهجوم سيكون مفيدا لأن المجتمع الدولي سيكون ضد الهجوم الإسرائيلي. هجوم إسرائيل على جنوب لبنان يعتبر غزوا لهذه المنطقة تحديدا، وهو الذي ينفذ هذه المهمة، وهذه مسألة المجتمع الدولي بكل تأكيد سيقف ضدها إذا ما بدأت إسرائيل بهذا الهجوم. تحديدا على هذا الأساس إسرائيل الآن تبحث عن القيام بعملية لعزل حزب الله اللبناني تماما وخلق منطقة آمنة حتى النهر الليطاني تحديدا من أجل إعادة المدنيين، وهي مسألة مهمة وحساسة للغاية على الجانب الإسرائيلي. وكذلك هي تفتح بابا أيضا مثل هذا الهجوم لجعل حزب الله وإيران أن تقبل بالهدنة، أن تقبل باتفاق معين يصب بمصلحة إسرائيل ويصب كذلك بمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية التي حتى هذه اللحظة لم تنجح، رغم استمرار هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها لم تنجح في الوصول إلى أي اتفاق. بالتالي الآن هؤلاء القادة الإسرائيليون مثل أوري جوردن الذي نتحدث عنه وهو
أعلى القيادات الموجودة في المنطقة الشمالية الآن يضغط وطلب هذه المسألة، واقترح أن تكون هنالك عملية سريعة الآن تبدأ تجاه جنوب لبنان، ويبدو على المستوى العسكري والميداني أن إسرائيل تهيئ وتحضر بشكل مستمر لهذه العملية من خلال توجيه ضربات مكثفة على المناطق الآن التي هي خلف النهر الليطاني. هنالك تركيز على ضرب المنطقة الموجودة خلف النهر الليطاني، وليس فقط المنطقة التي تأتي إلى جنوب لبنان ما بعد النهر الليطاني. على سبيل المثال يوم أمس كان هنالك استهداف والمزيد من الاستهدافات المكثفة باتجاه منطقة المحمودية. هذه هي المحمودية التي ترونها هنا، وكان الاستهداف قد ظهر بهذا الشكل، عدد من الضربات التي طالت هذه المنطقة. هذا مقطع مصور من عدد من الزوايا لطبيعة هذا الاستهداف الذي جاء تجاه منصات لإطلاق الصواريخ وكذلك لبنى تحتية عسكرية صاروخية لحزب الله. تحدثت إسرائيل بأنها استهدفت أكثر من 20 منصة لإطلاق الصواريخ يوم أمس تحديدا، وهذه الاستهدافات مستمرة. وإذا ما أخذنا هذه الصورة على سبيل المثال لنطلع على طبيعة هذه المواقع التي تستهدفها إسرائيل، نلاحظ أن هذا المبنى على سبيل المثال إذا ما اقتربنا منه هو مبنى مميز، ممكن أن يكون مميزا في القمر الصناعي ويساعدنا في معرفة هذه المنطقة. وكذلك ترى بأننا أمام مجموعة هنا من المباني أو المنازل، هذا هو المبنى، مبنى آخر هنا، وهذه نقطة مرتفعة، وبالتالي الاستهداف كان قد جاء خلف هذه العلامات التي أشرنا لها. يجب أن نبحث عن هذا المبنى تحديدا الذي نتحدث عنه. نتجه الآن إلى المحمودية وسنلاحظ بأن هذا المبنى موجود هنا في هذه البلدة تحديدا، هذا هو نفس المبنى الذي رأيناه قبل قليل. بالتالي بالانسحاب قليلا سترى بأننا أمام نفس العلامات التي كانت ظاهرة لدينا في الصورة السابقة وفي المقطع المصور. هذه هي المباني، نفس المبنى وكذلك المبنى الآخر. بالتالي هذا يوضح أن عملية الاستهداف والضربة الإسرائيلية جاءت بهذه المساحة المفتوحة تحديدا ودائما وأبدا. من خلال هذه الحرب أصبح واضحا أن حزب الله اللبناني لديه الكثير من المساحات المفتوحة المغطاة بالأشجار، هي التي تعتبر نقطة لإطلاق الصواريخ، والاستهدافات مستمرة أيضا باتجاه النقاط الحدودية مع الجليل الأعلى الحولة. اليوم على سبيل المثال كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي، واستهدفت هذه النقطة تحديدا وهذا المبنى الذي ترونه هنا. ظهرت الطائرة الإسرائيلية، لاحظ نفس الصورة تماما التي نراها في القمر الصناعي. هذا المبنى كان قد استهدف بهذه الطريقة، الكثير من هذه النقاط أصبحت مدمرة إذا الحولة أو إذا كفر كلا أو غيرها من هذه المناطق. وبعدها حزب الله اللبناني أعلن عن مقتل أحد عناصره بهذا الشكل. من جهة أخرى أيضا حزب الله اللبناني يصعد من طبيعة استهدافاته بالصواريخ والطائرات المسيرة وغيرها من القدرات العسكرية التي يمتلكها. تلاحظ هنا بحسب معهد ألما للدراسات أوضح أن الأسبوع الأول من هذا الشهر شهر سبتمبر اختلف تماما عن الأسبوع الثاني. تلاحظ هنا متوسط الاستهدافات على سبيل المثال في شهر سبتمبر، تلاحظ أن المتوسط تقريبا بحسب معهد ألما للدراسات أكد بأن كانت حزب الله اللبناني يطلق تقريبا 60 إلى 61 صاروخا كمتوسط للإطلاقات من الصواريخ والطائرات المسيرة بشكل عام في كل أسبوع. لكن متوسط الإطلاقات والهجمات لحزب الله الآن تغير مع الضغط الإسرائيلي بكل تأكيد، ارتفعت طبيعة الهجمات والاستهدافات إلى ما يقارب 80 هجمة خلال الأسبوع الواحد، خلال هذا الأسبوع من 9 سبتمبر حتى 15 سبتمبر أو حتى 16 سبتمبر اليوم، هي متزايدة من قبل حزب الله اللبناني، لم يتوقف. بالتالي هنالك تصعيد في طبيعة الهجمات أيضا من حزب الله وليست فقط من الجانب الإسرائيلي. والعربية الجديدة اليوم كان قد ذكر عن طريق تصريحات حصرية تحصل عليها من أوساط حكومية اللبنانية بأنهم في خشية من أن الحرب قادمة تجاه لبنان، وأن الحكومة اللبنانية تحاول قدر الإمكان تفادي هذه الحرب بكل الطرق الدبلوماسية الممكنة من أجل حل هذه المشكلة. ولا بد من أن ننتبه هنا بأن القادة الإسرائيليين الذين يضغطون من أجل الذهاب تجاه هذه المعركة ليسوا متفقين جميعهم على هذه المسألة والتوجه أو الهجوم على جنوب لبنان. أوري غوردن الذي نتحدث عنه على سبيل المثال هو يضغط بهذا الاتجاه، قائد القوة الجوية الإسرائيلية وسلاح الجو الإسرائيلي أيضا هو يضغط بهذا الاتجاه وهو مع الحرب على جنوب لبنان. ولكن من جهة أخرى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت
يقف ضد هذه الحرب ويعتقد بأن هذه الحرب لا بد أن لا تتم الآن بهذا التوقيت. حتى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي كان قد أوضح بأنه ليس مع هذه الحرب الآن، هو مع استنفاذ كل الخيارات الدبلوماسية وأن تنتهي الخيارات الدبلوماسية بعد ذلك يتجهون لهذه الحرب. بالتالي هنالك انقسام نصفين على ما يبدو من قبل هؤلاء القادة العسكريين الإسرائيليين. لكن يوآف جالانت لديه مشكلة، مشكلة مع من؟ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ظهر اليوم، وظهرت الأنباء بشكل واضح بعد اجتماع كبير من قبل نتنياهو يوم أمس في المقر الرئيسي لوزارة الدفاع الإسرائيلية. جاءت الأنباء بعد هذا الاجتماع ومناقشته لسبل وفرص الحرب ضد حزب الله اللبناني، ظهرت الأنباء بهذه الطريقة بأنه يهيئ لإعفاء وزير الدفاع الإسرائيلي من مهامه، وبالتالي من الممكن أن يحاول إعفاء وإخراج يوآف جالانت من منصبه، ومن ثم التوجه مباشرة لتعيين وزير دفاع آخر من الممكن أن يساعده في طبيعة ما هو أو ما يتم الترتيب له للقيام بعملية تجاه جنوب لبنان، وهذا قد يشكل أزمة كبيرة أيضا في الداخل الإسرائيلي.